سمر، أولى محطاتنا حكينا هيك بالبداية اليوم إنه في عنا فسحة كبيرة رح نحكي فيها عن ديكور المنزل وعن الطاقة. بالعموم طاقة المكان هي أمر كتير مهم، لأنه مجرد جلوسك بمكان مريح، مجرد جلوسك بمكان فيه طاقة رح يخلي استعدادك لبدء يومك، رح يخلي إنجازك بالحياة، رح يخلي علاقتك بالمحيط شيء كتير مهم. اليوم رح نحكي عن طاقة المنزل باستخدام الديكور. أكيد أكيد، مو بس بطاقة المنزل باستخدام ديكور، وبدنا نحكي عن طاقة الألوان. شو هي الطاقة؟ الألوان بتجيب الطاقة الحلوة والإيجابية وتبعدنا عن الطاقة السلبية أكيد. وكيف فينا نهتم بالتفاصيل الصغيرة والكبيرة بالبيت؟ أكيد معنا المهندس المعماري ضياء عكاري لنحكي عن هذا الموضوع وأكثر من موضوع. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم ويسعد صباح جميع المشاهدين. صباح الخير ضياء. صباح النور. يعني بداية خلينا نحكي عن الأساس بالمنزل، تصميم المنزل قديش ممكن يأثر على الطاقة بحد ذاتها. تمام. شكل المنزل، يمكن توضع المنافذ أو أي شيء ممكن يأثر على طاقة المنزل. تمام. هلا بالبدايه خليني بس احكي شغله صغيره تعقيبا على الشيء اللي حكيناه المره الماضيه. تذكير صغير، نحن في عنا حقل الكهرومغناطيسي الارضي هو الشيء الاساسي اللي بنعتمد عليه بدراسه الطاقه بالمنزل او باي مكان ثاني. فهذا الحقل الكهرومغناطيسي بيجي من اتجاه الجنوب للشمال، فانا هذا الاتجاه او هذا التدفق هذا الشيء اللي انا بدي ركز عليه دائما بقلب البيت. ف بالنسبة للاتجاه الجنوبي اللي هو الاتجاه الأساسي دائما عندي بالبيت، أنا لما بدي حاول وضع أي فرش أو أي أساس بقلب المنزل لازم أعرف شو في عندي بجنوب هذا المنزل أو بجنوب هاي الغرفة أو حتى بقلب هاي الغرفة شو في الأساس، كيف بدي وزعه، شو في عندي بالاتجاه الجنوبي، شو في عندي بالاتجاهات الباقية. هلأ بشكل أساسي الشيء اللي لازم دائما نبتعد عنه مثل ما حكينا هو الأجهزة الكهربائية. الأجهزة الكهربائية دائما هي طاقتها سلبية بالمطلق، فانا بدي احاول ما احط الاجهزه الكهربائيه بالاتجاه الجنوبي. ليش؟ لان لو وقت بده يجي الحقل الكهرومغناطيسي الارضي رح ياخذ هي الطاقه السلبيه ورح يمشي لي اياها دائما بقلب البيت، فهذا الشيء رح ياثر بشكل كتير سلبي على المنزل او على مستخدمي هذا الفراغ. بينما انا ممكن احطها مثلا بالاتجاه الشمالي او ممكن احطها على الاتجاه الشرقي والغربي بحيث انه حيد هي الطاقه الكهربائيه السلبيه بقلب المنزل. اكيد. بالنسبه لباقي الفرش، هلا في عنا مثلا بيختلف من فراغ لفراغ. فمثلا في عنا غرفة النوم، غرفة النوم بشكل أساسي في عنا التخت وفي عنا باقي الفرش. هلأ بالنسبة للتخت دائما بنحاول نوضعه باتجاه شرقي غربي أو غربي شرقي. ليش؟ لأن إذا كان التخت متوضع بشكل شمالي جنوبي أو جنوبي شمالي، يعني رأس اللي بده ينام بيكون على الشمال أو على الجنوب، هذا الشيء رح يعمل خلل بمنظومة الطاقة بقلب جسم الإنسان. لأن الطاقة مثل ما قلت لك رح تمشي من الجنوب للشمال، فمراكز الطاقة لما بدها تنتقل الطاقة من مركز لمركز من خلال هذا التدفق رح يصير في مشاكل، ممكن يصير في احتقان أو في مشاكل تانية بقلب طاقة الإنسان. فمثلا رح يفيق الصبح رح يحس إنه رأسه عم يوجعه ما له نايم منيح، او رح يحس بمشاكل تانية، صداع، ممكن ارق بقلب ما له مرتاح بالنوم. فهذا الشيء بيلعب دور كتير كبير. بمجرد انا ما اغير توضع السرير لشمالي لشرقي غربي او غربي شرقي رح لاقي فرق كتير كبير فورا. هي بالنسبه لغرفه النوم. هلا غرفه الجلوس مثل ما قلت لك حاول بعد انه التلفزيون مثلا او المكيف او اي اجهزه كهربائيه حاول وضعها بالاتجاه الشمالي او بالاتجاه الغربي او الشرقي. بالنسبة للجلسات أو الكراسي أو الكنبايات فهم ما عندي كتير مشكلة بالتوضع، لأنه أنا هم ما عم أقعد مثلا فترة كتير طويلة، ممكن أقعد ممكن أقوم ممكن أتحرك، فالحركة هي بتعمل لي نشاط بقلب هذا الفراغ، فهذا الشيء كتير منيح. كان إذا ما بيأثر عن هيك بيأثر على الألوان. خلينا نحكي عن طاقة الألوان بالمكان، سواء بغرفة الضيوف أو بالصالون أو بغرف النوم والمطبخ. تماما. هلا طاقة الألوان هي شيء كتير كبير وهي علم بحد ذاته كتير معمق الدراسة فيه. فتأثير الألوان كيف بينشأ؟ أول شيء في عنا مثل ما بنعرف مراكز طاقة بالجسم اللي حكيناها اللي هن 7 شاكرات أساسيات، نمشي فيهم بالترتيب. عندنا شاكرة التاج اللي هي بأعلى الرأس، وفي عنا شاكرة الجبين، في عنا شاكرة الحلق، شاكرة القلب، شاكرة الضفيرة، وبعد السرة، وبعد الجزر. كل شاكرة من هدول في لها لون معين، وكل لون من هدول الألوان بيأثر على هي الشاكرة. فمثلا أنا بدي أعرف تأثير كل شاكرة كيف بينشأ أو شو بيعمل لي تأثير بحالتي النفسية أو بحالتي الجسدية. فمثلا عندنا شاكرة التاج، هي الشاكرة اللي هي لونها أو اللون اللي بيأثر عليها هو لون البنفسجي أو البنفسجي الجاي شوي على بياض، فهذا اللون بيأثر على هي الشاكرة بشكل أساسي. طيب هي الشاكرة شو بتلعب دور بجسم الإنسان أو شو الحالة النفسية اللي
اللي بتعطي انطباع بقلب جسم الإنسان. فهي الشاكرا هي بتأثر أول شيء بالمراكز العصبية بالدماغ التفكير بالمناطق المحيطة والهدوء. فيه، وبتأثر كمان بالتأملات بالحالة الاسترخائية. فأنا لما أعزز هي الطاقة أو شاكرا هي، فرح يصير عندي أنا حالة استرخاء، أو أنا إذا بدي أعمل تأمل مثلا فرح يكون كتير شيء منيح إذا كان موجود هذا اللون مثلا عندي. نفس الشيء أنا كمان فيني أستعمله بالنوم، فأنا لما بدي نام بدي استرخي، بدي مكان هادي، ما بدي مكان مثلا يعزز لي مثلا الطاقة الجسدية، فأنا لا ما بدي هيك شيء. ففيني استعمل مثلا هذا اللون بقلب غرف النوم. بيختلفوا مثلا تأثير هذا اللون بحسب الشدة تبعه، مثلا إذا كان هذا اللون كتير فاقع مثلا أو كتير قوي فرح يكون طاقته عالية، وإذا كان هذا اللون أهدى أو مايل إنه يكون فاتح أكتر فهذا الشيء رح يخفف الطاقة تبعه. يعني أنت بتنصح بالألوان الفاتحة مو لا الغامقة، مو شرط بالألوان الفاتحة، لكن حسب كل إنه إذا فراغ في له بيعطينا الهدوء استعمال. والراحة النفسية الألوان الفاتحة. تمام. هلا كل فراغ مثل ما قلت لك، كل فراغ في له الاستعمال الخاص فيه. تمام. مثلا بنروح على غرفة القعدة وغرفة الجلوس. هلا بنلاحظ غرفة الجلوس مثلا ممكن يقعدوا الأشخاص يتحدثوا فيها، فأنا تمام. بحاجة إني أعزز أنو شاكرا، شاكرا الحلق اللي هي مسؤولة عن التواصل. فهي الشاكرا مثلا اللون المسؤول عنها هو لون الأزرق الفاتح. تمام. طب بنفس الوقت أنا ممكن أقعد أتفرج على التلفزيون، ممكن أقعد بدون ما أعمل أي أكيد شيء، فهون صار في عندي وظائف مختلطة. فبمجرد ما صار عندي وظائف مختلطة أنا ما عاد فيني مثلا أستعمل نوع شاكرا على حساب نوع تاني، فهون صار فيني أنا أعمل شيء لحتى أحقق توازن. دمج يمكن تماما. أكثر مو من بس فرق. دمج، ممكن أستعمل اللون الأخضر، لأن دائما شاكرا القلب أو اللون الأخضر اللي هو مسؤول عن شاكرا القلب هو اللون المسؤول عن التوازن، بيوازن لي الشاكرات اللي فوق مع الشاكرات اللي تحت لحتى أحقق حالة توازن كتير منيحة. كمان ضياء، يعني خلينا نحكي شوي، الألوان هي ما بس بالجدران، غالبا حتى القطع اللي بتكون موجودة هي تماما. لها تأثير. يعني بعالم الديكور بشكل عام في كتير ناس هلأ بهذا الوقت تلجأ لأنه تعمل مثلا أحد الجدار هو يكون لون والباقي الغرفة لون تاني. تماما. خلينا نحكي عن هذا التأثير كيف فينا نلعب فيه، والألوان اللي مثلا أنا ما بقدر استخدمها بالمنزل لأنه ممكن يكون تأثيرها سلبي. تمام. مثلا بنسمع إنه اللون الأحمر صحيح هو بيعطي طاقة ولكن ممكن يعطي عنف ببعض الأماكن. خلينا نحكي شوي عن هاي التفاصيل. تماما. هلا بالبداية مشان موضوع الجدران، فمثل ما حكينا احنا في عنا الحقل الكهرومغناطيسي الأرضي، والطاقة في عنا مفهومين كتير أساسيين اللي هن مفهوم الكم ومفهوم النوع. أنا هيك بصنف الطاقة، مثلا كميتها عالية أو قليلة، أو نوعها مثلا إيجابي أو سلبي بحسب هذا الفراغ اللي انا عم استعمل الطاقه فيه. فمثلا اذا كان عندي الجدار مثلا جنوبي، فاذا كان مثلا هذا الجدار مثلا بيحمل لون معين، فلما بده يجي الحقل الكهرومغناطيسي الارضي فراح يحمل التاثير كامل. بينما اذا كان هذا الجدار موازي للحقل يعني باتجاه شرقي او غربي، فهون راح يكون التاثير شوي ضعيف. فانا بدي انتبه اكثر شيء للون تبع الجدار الجنوبي اللي عندي بالغرفه. يعني مثلا بننصح مثلا لون، مثلا قول، خلينا نذكر الاسامي الالوان بالضبط مشان المشاهد يعرف عن شو عم نحكي. تماما. شو هي الالوان اللي بتنصح فيها بهذا الاتجاه والالوان اللي بتنصح فيها بالاتجاه الثاني؟ تماما. هلا مثل ما قلت لك انه بحسب الفراغ. تمام. فمثلا بغرفه النوم اذا بدي انا اعزز فعاليه الاسترخاء مثلا، فانا بدي الوان بنفسجي او من درجاته. تمام. مثلا اذا بدي مكان للدراسه، مكان للعمل، مكان انا بحاجه تركيز عالي فيه، فانا بدي اعزز مثلا اللون الكحلي او اللون الازرق الغامق اللي هو مسؤول عنه شاكرا الجبين. مثلا في عندي صاله مؤتمرات فبدي اعزز فعاليه التواصل، انا ممكن استعمل اللون الازرق الفاتح. عندي فعاليات مختلطه فانا بدي اعزز فعاليه التوازن اللي هي مسؤوله عنها شاكرا القلب او اللون الاخضر مثل ما حكينا. هلا بنتجه للشاكرات السفليه اللي هي مسؤوله عن الحاله الجسديه اكثر. مثلا في عندنا اللون الاحمر مثل ما تفضلتي، هذا اللون هو مسؤول عن صحتي الجسديه، عن النشاط العظم يمكن الضغط. تماما. وعن العظم وعن الدم. فهذا اللون انا بستعمله مثلا اكثر بالنوادي، اذا في عندي نادي رياضي مثلا انا ممكن احط فيه اللون الاحمر عشان اعزز فعاليه رياضيه اللي هي بدها نشاط بدني وبدها قوه بدنيه. بينما بتجه انه بعد شوي عنا بقلب المنزل، لانه هي الفعاليه اذا مثلا عندي غرفه النوم مثلا حطيت فيها لون احمر فهذا الشيء رح يعمل لي مشكله كثير كبيره، رح يصير في أرق، رح يصير في مشاكل هذا بالنوم. تماما. فهذا الشيء أنا بدي بعيد عنه. هلا بالنسبة لأغلب بيوتنا بشكل بهذا الوقت، ملاحظ إنه أغلب العالم بتميل لاستعمال اللون الأبيض مثلا، أو البيوت القديمة مثلا، فهي إذا أخذت بيت مثلا استأجرت بيت كانوا الجدران بيض، ما عندي إمكانية أنا إنه أنا ألعب بطلاء الجدران أو اللون إيه تبعه. يعني أوف وايت يمكن كان تماما. فأنا أبيض بدي ألماسي. ألجأ لحلول تانية لحتى أستعمل الألوان بقلب البيت. فأحد هي الحلول هي الكلوبات أو الإضاءة.
فاللون بالإضاءة كمان بيعطي نفس التأثير اللي أنا أخذته من اللون لما طلعت فيه الجدران. فيني استعمل كمان ورق الجدران أو حط مثلا لوحة بتحمل لون معين، فهذا الشيء أنا فيني استعمل، في عندي حرية أو في عندي مجال كبير لحتى ألعب فيه. هلا ابن جديد كمان عم بيستخدموا الخشب بشكل كبير بأثاث المنزل. خلينا نحكي عن أهمية الخشب والطاقة الإيجابية اللي بيعطينا إياها، سواء حطينا الخشب بالصالون ولا بغرف النوم ولا حتى بالمطبخ. هلا الخشب دائما بنحس فيه حنية، ليش؟ لأن هو مثله مثل الإنسان، هو مادة عضوية بالنهاية، يعني مقطوع من شجرة، هي شجرة كانت حية، فهي المادة هي مادة عضوية ما بتحمل أي تأثير سلبي على الإنسان. بس هلا الخشب ما بيحمل طاقة بحد ذاته، ما بيعطي طاقة، لأنه هو ما له كائن تمام. حي بحد ذاته، يعني مثل مثلا الإنسان أو الحيوان أو النبات الحي اللي عايش يعني المزروع. فالخشب بشكل أساسي هو مفيد بامتصاص الطاقة، تمام؟ فمثلا اذا في عندي مناطق فيها طاقه معينه ففيني استعمل الخشب، لانه هو بيمتص هي الطاقه بهذا المكان. بس هو الخشب بحد ذاته ما له مصدر طاقه بحد ذاته، يعني بيقولوا هو مصدر طاقة، ما بعرف إذا هالكلام صح ولا غلط، وحتى بينصحوا فيه مثلا باب البيت يكون كبير ويكون خشبي من الألوان يعني الغامقة أو المتوسطة مشان يعطينا راحة نفسية. كمان هذا الكلام يعني أنت عم تقول إنه لا، إنه ما بيعطينا طاقة إيجابية. هلا مثل ما قلت لك، هو الخشب بحد ذاته ما بيعطيني طاقة، تمام. فبس المدخل مثلا انا فيني اعتني فيه بشكل تاني. أوكي. مدخل البيت انا فيني مثلا يكون عريض مشان يعطيني انا راحة نفسية لما افوت أكيد. لهذا المكان، احس بالراحة النفسية انه انا فايت على مكان مريح، فهون تمام. انا في عندي بصير في عندي تمهيد، فهذا الشيء بيلعب دور كثير كبير انه انا فوت على مكان وانا متهيئ نفسيا ومرتاح نفسيا يعني لما مو فت مكان عليه. ضيق وصغير الواحد تماما بغبى قلبه. تماما. طيب ضياء، خلينا نحكي شوي يمكن على الاكسسوارات بقلب البيت وقد ايه مهمه. يعني عاده بنسمع عن المرايه، اهميه وجود المرايه بمكان ودورها بالطاقه باعتبارها هي بتمص من الطاقه، فبيحطوها مثلا ببوابه البيت، قد ايه هذا الشيء صح؟ هاي نحكي مثلا عن النباتات اللي ممكن بيقولوا حطوا بغرفه الصاله لون او شيء نبات الصبار بيمص الطاقه السلبيه، ما نحكي عن هدول الاكسسوارات وتاثيرا مو بس بشكل البيت كمان تاثيرهم بطاقه البيت. تمام. هلا رح ابدا بالنباتات لانه هي شيء كثير اساسي وكثير ايجابي بقلب البيت. النباتات دائما هي كائن حي، فبتعطي هي طاقه من ذاتها، يعني ما في داعي انه يكون في عندي حقل مجال كهرومغناطيسي الارضي او اي مصدر ثاني للطاقه لحتى اعطي. فالنباتات بحد ذاتها هي بتعطي طاقه، ودائما النباتات نوعية الطاقة اللي بتعطيها هي دائما إيجابية بالمطلق، وين ما حطيتها بأي فراغ كان فهي رح تعطيني تأثير إيجابي شو ما كان استعمال هذا الفراغ. بس بدي راعي مثلا ناحية التشميس، ففي نباتات مثلا بتكبر أكبر النباتات، فبدي راعي بدي راعي ناحية مكان تواجدها. مكان تواجدها يفضل دائما النباتات تكون بالتوضع الجنوبي عشان تحمل التأثير، انه حقل الكهرومغناطيس الارضي يحمل تاثير هاي النباتات تاثير الايجابي ويفوته لقلب البيت. فهذا الشيء بيعطيني تاثير كثير حلو باي فراغ كان. هلا بالنسبه للمرايا، هلا المرايا هي بصراحه سلاح ذو حدين، يعني فينا تكون شيء كثير منيح فينا تكون شيء كثير سلبي. هلا اذا حطيت مثلا المرايا بشكل موازي للاتجاه الجنوب، عفوا عمودي على الاتجاه الجنوبي، يعني بيجي الحقل وبيصطدم فيها، فهون رح يصير في عندي انا شيء، هذا الشيء انه في جزء من هي الطاقه رح ينعكس، في جزء كبير من هي الطاقه مثلا رح يمرق، وفي جزء رح تمتصه او رح يمتصه هذا العنصر ورح يبعثه. فانا بدي راعي توضع المرايه، شو نوع الطاقه اللي جايه من عندي من هون رح يصطدم بهي المرايه؟ هل هو تاثير سلبي رح انا اعززه وعكسه لقلب الفراغ مره ثانيه، ولا هو شيء سلبي انه انا ما بدي احط مرايه ساعتها هون لحتى انا هذا الشيء السلبي ما يرتد علي تمام. مره ثانيه؟ فأنا بدي أعرف نوعية الطاقة أول شيء بهذا المكان، بعدين ساعات أنا بعرف توضع المراية كيف لازم يكون. بيقولوا ضياء المراية عند مدخل البيت، إنه حطي مراية كبيرة على مدخل البيت، يعني حتى الطاقة السلبية اللي بيعطونا إياها العالم وإنه فايتين لعنا على البيت بتروح، إنه المراية بتمتص الطاقة السلبية اللي عندهم، شو رأيك بهالكلام؟ وبيقولوا كمان المراية بغرف إنه ما يحطوها مقابل التخت، كمان هذا الشيء غلط إنه بتأثر على الطاقة وكمان بتأدي إنه النوم مو ظابط بيطلع. تماما. هلا بالنسبه للمدخل مثل ما قلت لك هو قصه تمهيد اكثر من انه هي قصه طاقه. انا فتت على مكان لقيت مرايه كبيره مثلا بالمدخل، فطلعت هيك مثلا شفت حالي مثلا بهي المرايه او شفت اي شيء ثاني مثلا منعكس سواء كان مراي او هي، فهذا الشيء هون رح يصير في عندي شو اسمه، رح يصير في عندي حركه بالطاقه. مثلا انا شفت حالي مثلا بهي المرايه،
فهذا التأثير رح يحمل تأثير سلبي ولا إيجابي، هذا الشيء بحدده حسب الحالة النفسية اللي أنا فايت فيها. مثلا أنا فت رايق هادي، طلعت مثلا شفت مراية فشفت حالي بهي المراية مثلا، عززت لي الطاقة الهادية أو عززت لي الشيء الحلو اللي أنا عم أحس فيه، ففتت على المكان وحسيت بشعور كثير حلو، شعور كثير لطيف، أكيد. فأنا اتمهدت بشكل كثير حلو لحتى وأنا فايت لهذا المكان. فشو ما كانت مثلا كمية الطاقة أو نوعية الطاقة اللي جوا، فرح تاخذ وقت رح تتأثر فيني، لأن أنا بالأصل حامل تأثير. تمام. بالنسبة كمان لغرف النوم، فيفضل مثل ما حكيتي مظبوط إنه أنا بعد المرايا بالاتجاه المقابل للتخت، لأنه بحالة النوم أنا بحاجة إنه أنا استرخي، ما لي بحاجة أي تأثير خارجي، تمام. إلا إذا كان هذا التأثير خارجي عم يعزز لي الفعالية هي تبع النوم، مثل ما حكينا اللون البنفسجي اللي هو عم يعزز مثلا تمام شاكرا التاج، فعم يعزز لي فعالية النوم، بس بالمقابل أنا ما لي بحاجة أي تأثير تاني خارجي بغرفة النوم. نعم، يعني اليوم هيك حكينا شوي عن الألوان، يمكن خصصناها اليوم لديكور البيت أكثر من ما نحكي عن لسه عالم الألوان والأماكن العامة، الأماكن، الخدمات، المستشفيات، كتير قصص بنقدر ندخل فيها تماما. بهي الالوان هي التفاصيل. مثل ما حكيت بحر لك هي بحر، وغير انه بيستعملوها بالمكان مثلا بالدهان وبال بيستخدموها بكل شيء ايه يعني. في شيء اسمه علاج بالالوان كمان، طبعا هذا علم قائم بحد ذاته كمان، أكيد هذا لحاله بده كثير فقرات بده لا كتير ينحكى فيها. فقرات. تماما. قبل ما نختم حديثنا لليوم بالسؤال الختامي، حابين نعرف نصيحة اليوم بتوجهها لكل حدا عم يعمل ديكور بيت جديد ممكن يستفيد من هاي النصيحة، إن كان بتصميم البيت كيف يكون مناسب ويعطي راحة نفسية، إن كان بالألوان بشكل عام. نصيحة أخيرة تفضل. هلا بشكل اساسي لما انا بدي دوكر مثلا او اعمل ديكور لمنزل بشكل جديد، فبدي اشوف اذا عندي امكانيه مثلا العب بتقسيم المنزل، فبدي احاول بعد مثلا الحمامات او احاول بعد المطبخ عن الاتجاه الجنوبي، لان الحمامات تحمل طاقه سلبيه، فانا ما بدي هي الطاقه السلبيه تفوت لعندي لقلب البيت. كمان بدي احاول استعمل النباتات مثل ما حكينا بشكل كتير كبير، حاول اشوف مثلا الضلع اللي عم تفوت منه الشمس، انا واجهه عم تفوت منه الشمس كتير كبير وعزز هي الفعاليه، حاول ما اغطي هي الشمس، لانه الشمس هي دائما بتحمل تاثير ايجابي وهي بتعزز طاقه المراكز الطاقه كلياتهم، بتعزز الشاكرات السبعه بشكل كتير كبير. بالنسبه كمان للالوان، مثل ما حكينا كل فراغ في له نوعيه الفعاليه الخاصه فيه وفي له نوعيه الطاقه الخاصه فيه، فانا كل فراغ بدي احاول استعمل الالوان الخاصه فيه، مثل ما حكينا بالنسبه لغرف النوم احاول اقرب على اللون البنفسجي والدرجات تبعه، بالصالون مثلا ممكن استعمل الوان محايده شوي مع شويه تاثيرات مثلا من اللون الاخضر وشويه نباتات، فهذا الشيء كثير راح يعمل لي جو كثير حلو بقلب البيت. اكيد. وبدي اشوف بس ادرس يعني تدفق الطاقه بقلب البيت، لان دائما التدفق هو اهم شيء بقلب المنزل. اكيد بنتمنى اكيد الطاقه الايجابيه تكون بكل بيوتنا، ونتشكرك لوجودك معنا ونتشكرك على نصائحك القيمه. شكرا اهلا كثير وسهلا لكم، فيك. بدي اشكركم كثير على هي اللفته الجميله، وبدي اشكر كمان الاستاذ عمر الحلبي والدكتور سمير حموده على كل شيء معلومات قدموا لنا اياها، شكرا كثير لكم، يسعد شكرا صباحكم مره لك. ثانيه. شكرا لك ضياء عكاري مهندس عماره، شكرا لوجودك معنا.